الناس اللي فاقدة ثقتها بنفسها وبتعتقد انه الغرب آلهة، حتى الشيء اللي احنا بنقوم فيه بيصيروا يشكوا انه الغرب وراء. ليش هذا؟ هذا من عقدة، من عقدتهم اللي عاشوها طول زمانهم، مؤامرات كأنهم مش واثقين بالأمة، وانه الأمة بتنهض قاعدة ولابد، واصلا الأمة تأخرت اصلا تأخر. كن قال لك الغرب، الغرب يدوب الآن يحافظ على وجوده، الغرب الآن يدوب يحافظ على وجوده، الغرب الآن بده السلامة، الغرب عم بنهار اقتصادي، الغرب بدفع أثمان هائلة، الغرب آلهة هو. طب الغرب لو انه آلهة يخطط مشان نحبه، ما قدرش يقنعنا نحبه، يعني الغرب وجهنا في كل شيء إلا نحبه. كل الأمم دارت في فلك الغرب ما عدا أمتنا، كل الأمم دارت في فلك الغرب ما عدا أمتنا. كانت عم بتضيع، الأمة كانت عم بتضيع، والآن الأمة بتحيا. ولذلك شوفوا هذا كله راح يصير تاريخ، وراح تشوفوا زي ما درسنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والكفار والمنافقين والمؤمنين، انتوا راح تشوفوا كل هذا بتشوفوا. هاي اثنين ثلاث جماعات كثيرة ستسقط، افكار كثيرة راح تسقط. يعني بمعنى انتوا الان بتعيشوا زي موضوع البريستو. كيف طنجرة البريستو؟ الطبخة اللي كانت تأخذ مع ستك سبع ساعات بتأخذ في البريستو ربع ساعة. اللي بيحصل الآن بريستو، طنجرة الضغط هذه. شوفوا لذلك في كثير من الناس اللي بيفقدوا اليقين، الله أكبر متنا انذبحنا، أيوة متنا انذبحنا. لا، خلينا تحت الأحذية وكل الشعوب تتقدم، وخلي يموت منا كل سنة مليون في الملاريا والبلهارسيا، وا 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 كل سنة يموت مليون ومليونين، وخلينا نسكن المقابر، وخلي أبنائنا ما يلقوش شغل، وخلي البطالة تضرب أطنابها، وخلينا نصير عبيد إلى يوم القيامة. ليكون الصحابة هم اللي كانوا يقولوا يا بي اتقتلنا موتنا 80% منا ما ظلش ورا. ايش هذا؟ فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذين لا يوقنون اذا بتسمع لهم شو بتشعر؟ ما لكش وزن.